بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بنتكلم في الحبليات على شعيبة الفقاريات، وكلمنا على الصفات العامة. نكمل برضو الكلام في الصفات العامة للفقاريات، ونتكلم النهاردة على إن الشعيبة دي تنتمي لها الإنسان زي ما قلنا، وكمان تعتبر أكثر الحبليات أهمية ورقيا أو أكثرها تطورا. وتنقسم الفقرات إلى ست طوائف، ستة كلاسز مختلفين. وتضم حوالي 1000 نوع من الحبليات المختلفة. الصفات العامة، نكمل الكلام على الجهاز الهيكلي، ونقول أول حاجة طبعا في العمود الفقري فيرتبرال كولم، زي ما قلنا هي حبل فقريات تبقى فيها فيرتبرال كولم. طب الفيرتبرال كولم ده عبارة عن سلسلة عظمية ظهرية، لازم تكون عن الناحية الظهرية، أو عمود فقري، يعني سلسلة عظمية وعمود فقري، ومنها اشتق الاسم طبعا الشعيب فقريات. تتكون في الفقريات أثناء الأطوار الجنينية المبكرة، عبارة عن حبل ظهري وسطي اللي هو النوتوكورد اللي احنا قلنا عليه قبل كده، اسمه النوتوكورد، لكن من هذه الحبليات. هذا الحبل الظهري الوسطي أثناء عملية التكوين يدعم الحبل الظهري ده بغضروف، قطع غضروفية مقسمة إلى وحدات عقلية هي الفقرات، ويتحول كده بعد كده إلى العمود الفقري. يظهر العمود الفقري في البداية على هيئة أربعة سلاسل من كتل هيكلية من الخلايا اللي هي الخلايا الميزنشيمية، وتنتظم عقليا في قطع الجسم بالترتيب يعني. وتعرف مجموعتين من الكتل الظهريه بيسموها الظهريات القاعديه، بيسموها البيزي دورسال. يعني لو انا عندي الحبل الظهري كده بالشكل ده، هتلاقي هنا قطعه ظهريه بالشكل ده وقطعه بالشكل ده، وهتلاقي قطعه هنا بالشكل ده وقطعه بالشكل ده. الموجودين فوق دول بيسموهم البيزي دورسال، البيزي دورسال، بيزي دورسا. طب الموجودين تحت دول يسموهم عشان الناحية البطنية يسموها البيزي فينتر. يبقى أنا عندي أربع كتل غضروفية، اتنين منها فوق بيزي دورسال، واتنين تحت بيسموها البيزي فينترال. أهو يقول لك عندك هنا قطع ظهرية قاعدية بيزي دورسال، وتمتد في منطقة مواقع ظهرية جانبية بالنسبة للحبل الظهري، والمجموعتين الأخريتين اللي هما تعرف بالبطنية القاعدية البيزي فينترال، وتمتد في بطنية مواقع بطنية جانبية بالنسبة للحبل الظهري، يعني موجودة على الجنب كده مش موجودة في المنتصف. يبقى أنا عندي دلوقتي أربع كتل، اتنين على الناحية الظهرية واتنين على الناحية البطنية، دي اسمها بيزي دورسال ودي اسمها بيزي فينترال. هذه الكتل اتكونت اساسا من خلايا ميزنشيميه، وبعد كده بدات تدعم العمود الفقري، وبدات تغزو الحبل الظهري في خطوه لتحويل الحبل الظهري من حبل ظهري لعمود فقري. طيب بقول لك، وتتحول الخلايا الميزنشيميه تدريجيا الى غضاريف واصبحت غضروفيه. بعد كده في منطقة الجذع بيبقى ليها وضع، وفي منطقة الذيل بيبقى ليها وضع تاني. في منطقة الجذع تمتد كل ظهريتان قاعديتان متقابلتان إلى أعلى حتى تلتقيا معا وتكون القوس العصبي. طيب أنا عندي الجزء اللي فوق ده اللي هو الحبل الظهر. الجزء الموجود ده هيبدأ يخترق الحبل الظهري، ويحل الخلايا الغضروفية اللي اتحورت دي بقى الغضروف، بتحل محل الخلايا، وفي نفس الوقت تمتد للأعلى وتقترب مع بعضها البعض عشان تديك قوس عصبي. هذا القوس العصبي يمر فيه الحبل الشوكي، سباينال كورد، حبل الشوكي. طيب ولما يلتحموا خالص مع بعض هنا، يوم يديك هنا جزء كده شوكة بيسموها الشوكة العصبية، سباينال السباين يعني. يبقى ده نيورال سباين، نيورال سباين
اللي هي الشوكة الايه العصبية، نيورال سباين. نيورال سباين هيمر فيها ايه؟ عملت قناة، القناة اسمها ايه؟ نيورال كانال. نيورال كانال اللي هي الأنبوبة العصبية. يبقى أنا عندي أنبوبة عصبية وفي شوكة عصبية، والجنب ده اسمه القوس العصبي، بيسموه قوس العصبي أو نيورال أرش. نيورال أرش، يبقى أنا عندي قوس عصبي وعندي شوكة عصبية وعندي قناة عصبية يمر فيها الحبل الشوكي. الجزء ده هتلاقيه موجود فقط من الايه في منطقة الجذع. طيب بالنسبة للجزئين اللي تحت دول برضو هيبدأ يخترقوا الحبل الشوكي، الحبل الظهري، لكنهم واتحدوا طبعا مع بعضهم البعض بالشكل ده كده، وبالتالي تلاقي جزء صغير جدا اللي باقي خلايا في الحبل الظهري بيسموه بقايا، بقايا الحبل الظهري. طيب امال الجزء اللي تحت ده يديك ثنيتين جانبيتين كده اسمه ترانسفيرس فولدس. الجزء ده هيحمل الضلوع، هيحمل ايه؟ الربس او الضلوع. ده بالشكل ده يبقى فيه المنطقة، منطقة الجذع تمتد كل ظهريتان قاعديتان متقابلتان إلى أعلى حتى تلتقي معا وتكون القوس العصبي، هذا نيورال أرش، والشوك العصبي، هذا نيورال سباين. الوسطية طبعا تبقى في المنتصف كده، وتحيط القوس العصبية بالقناة العصبية في نيورال كانال والتي يجري بداخلها الحبل الشوكي نيورال كورد. أما بقى من الناحية البطنيتين، الناحية البطنية فتمتدان على الجانبين في منطقة الجذع، برضو لسه في منطقة الجذع، لتكون نتوءين مستعرضين اللي هو ترانسفيرس بروسيسز، اللي هو النتوءات ده ترانسفيرس بروسيسز أو اللي هي الزوائد أو إيه النتوء المستعرض. النتوء المستعرض ده يحمل إيه؟ يحمل الضلوع. لكن الوضع بيختلف في منطقة الإيه؟ منطقة الذيل. منطقة الذيل هيبقى فيه القوس العصبي اللي فيه الحبل العصبي والشوك العصبية الأعلى، وهيبقى محيط بقى بمركز جسم الفقرة. الجزء ده الموجود ده هيبقى ده مركز جسم الفقرة أو السنترم، يعني بيسموه السنترم. والجزء اللي أسفل ده هيمتد لأسفل كده في منطقة الذيل فقط، ويديك إيه؟ القوس الدموي والشوكة الدموية والقناة الدموية اللي هيمر فيها الشريان وهيمر فيها الوريد الذيلي. يبقى أنا عندي قوس دموي، قناة دموية، شوكة دموية هيمر فيها الشريان والوريد الذيلي. يبقى الشكل ده يبقى ده في منطقة الذيل. تمتد البطنيتان القاعدتان إلى أسفل حتى تلتقيان معا وتكون القوس الدموية اللي هي الهيمال أرش، والتي تحيط بالقناة اللي قلت لك عليها وتحتوي على الشريان الذيلي والوريد الذيلي. ويبقى في عندك القوس الدموية، شوكة برضو دموية في نهايتها اللي هي الهيمال سباين اللي هي الجزء الأسفل ده. يبقى إذا ما كان في قوس دم عصبي وشوكة عصبية بيمر فيهم إيه؟ حبل الشوكي. يبقى في قوس دموي وشوكه دمويه يمر فيهم الشريان والوريد الذيلي. واثناء ذلك تغزو هذه الخلايا الحبل الظهري زي ما قلنا، ويتحول تدريجيا الى قطع عظميه هيكليه تمثل اجسام الفقرات اللي بيسموها السنترا، اللي انا قلت لك مفردها دلوقتي السنترم، الجزء ده. طيب ده شكل يوضح لك العمود الفقري والمراحل بتاع تكوينه، وقلنا الجزء اللي اسفل اللي هو الموجود ده هو ده اسمه ايه؟ ريمننت اوف نوتوكورد او بقايا الحبل الظهري، وده ناتج من ايه؟ من اختراق الخلايا الغضروفيه للحبل الظهري في معظمه طبعا زي ما انت شايف كده. والجزء الاعلى هيمتد الاعلى ويديك القوس، طبعا ده اسمه ايه؟ المركز جسم الفقره او السنترم. هيبقى عندك قوس عصبي نيورال ارش، ويبقى عندك شوكة عصبية نيورال سباين، ويبقى عندك قناة عصبية اللي هي القناة الموجودة دي هيمر فيها ايه؟ الحبل الشوكي. طيب
لو استمرينا في منطقة الذيل، لو احنا في منطقة الذيل هنلاقي الجزء اللي تحت اللي قلنا عليهم البيزي فينترال يمتد لأسفل ويكون لك ايه؟ القوس الدموي، ويعمل لك قناة دموية اللي هنا وتنتهي بالشوكة الدموية اللي بيمر في قلبها هنا الشريان الذيلي والوريد الذيلي. يبقى أنا كده في منطقة الذيل، يبقى دي فقرة إيه؟ دي فقرة ذيلية، كودل فيرتبرا، كودل فيرتبرا. لكن في منطقة الجذع اللي هي هنسميها طبعا فقرة جذعية ترانك فيرتبرا، هتلاقي نفس التركيب بالظبط من أعلى، لكن هتلاقي الجزء اللي تحت ده مش هيمتد ويكون قناة دموية، لكن بيكون جزء اسمه النتوء المستعرض ترانسفيرس بروسيس، وده اللي هيرتبط به الايه؟ الريبس او الضلوع. تاني حاجة في الجهاز الهيكلي هو الكرينيوم. كرينيوم اللي هو قلنا عليه ليه اسم تاني البرين، البرين بوكس، صندوق المخ. عشان كده ساعات بتقول ايه؟ ان الفقريات تعرف ايضا بالكرينيوميات، كرينياتا. يبقى ليه قلنا عليها كرينياتا؟ لأن فيها الكرينيوم. يبقى الـ 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 الحبل الظهر هيتحور يبقى إيه؟ هيبقى كرينيوم أو سكال يعني، ويبقى فيه فقرات زي ما أنت شايف كده. يبقى اللي عنده فقرات هيبقى عنده كرينيوم. يبقى الفيرتبراتا كرينياتا وكرينياتا فيرتبراتا، نتيجة لوجود الكرينيوم أو محفظة المخ للبرين بوكس والتي تحيط بالمخ. وقد تتكون التراكيب الهيكليه التاليه اثناء الايه؟ تكوين الكرينيوم، هو المحافظ بقى الحسيه والاقواس الحشويه، المحفظتان اللي هو محفظه الشميتان والمحفظتان البصريتان والمحفظتان الايه؟ السمعيتان، دول محافظ الحس. وبعد كده الاقواس الحشويه اللي منها الفركان ومنها الجهاز اللامي والاقواس الخشنه. ده كده بالظبط كده، يبقى احنا اتكلمنا على الجهاز الهيكلي. مناطق الجسم المختلفة اللي هي البادي ريجون، الجسم ذو تماثل جانبي. يعني ايه تماثل جانبي؟ يعني لو انا عندي ايه جزء كده واقول لك ان ده صورة تبقى الاصل من ده، يبقى ده تماثل جانبي. لكن في تماثل تاني اسمه تماثل الشعاعي، جزء ده زي ده وده زي ده، يبقى ده تماثل شعاعي. لكن هنا في الفقرات ده تماثل ايه؟ تماثل جانبي، الجانب الايمن اسمه بيسموه البايلاترال سيمتري. ويتكون في مناطق الراس والجذع والعنق طبعا والجذع، يبقى عندك ثلاث مناطق: راس وجذع وعنق، وراس وعنق والجذع، الهيد والنك والترانك. يبقى راس وعنق وجذع، ده ثلاث مناطق بتاعت الجسم، بالاضافه طبعا الى بعض منطقه الذيل في بعض الايه؟ الانواع. اخر حاجه اللي هو الايه؟ الابنجس. الابنجس اللي هي الايه؟ الاطراف. ابنجس الاطراف، والاطراف يوجد زوجين من الايه؟ الاطراف التي تحمل الجسم كما تقوم بوظيفه الايه؟ الحركه التي تفيد الاطراف تحمل الجسم. وهي تشتمل على طرفين صدريين. ليه قلنا عليهم طرفين صدريين؟ ثوراسيك او بيكتورال، يعني ثوراسيك او بيكتورال ابنجس. ليه قلنا عليهم كده؟ لأنهم مرتبطين بالحزام الصدري. احنا قلنا في أحزمة، مش احنا قلنا في قبل كده في أحزمة؟ الأحزمة دي حاجة من اتنين، إما تكون حزام صدري أو حزام حوضي. الأطراف اللي ترتبط بالحزام الصدري تبقى أطراف صدرية، طب واللي ترتبط بالحوضي تبقى أطراف إيه؟ حوضية. يبقى في البكترال ليمب، بكترال بيكتورال ليمب اللي هو الطرف الصدري، وفي البلفيك ليمب اللي هو الطرف الايه؟ الحوضي. يعني بيسموه الفور ليمب، فور ليمب اللي هو الطرف الامامي، وده يسموه الهايند ليمب الطرف الخلفي. لو ده لو كان بيعيش على الايه؟ على اليابسه. طب لو كان بيعيش على الارض على الميه في الميه، يبقى يسموا ده البيكتورال، بيكتورال فين اللي هو الزعنفه الصدريه، ويسموا اللي تحت بلفيك فين الزعنفه الحوضيه. طبعا على الارض يبقى يحمل الجسم ويساعد في عمليه الحركه، تشمل ايه؟ البكتورال او ثوراسيك ابنجز، واماميين يتمثلان في زعنفتين الصدريتين زي ما قلت لك فين الاسماك. طيب لو لو كائن الطيور بقى اللي بتطير، يبقى الطرف الامامي بدل ما يبقى طرف امامي ايدي مثلا في الانسان مثلا، هيبقى الجناحين اللي هو الايه؟ الوينجز.
أو الطرفين الأمويان في الثدييات اللي هو الإيه الأيدي مثلا زي الإنسان، وطرفين حوضيان اللي هما زي ما قلت لك بيلفيك أبنجز اللي هي بيسموها البيلفيك ليمبس، أطراف حوضية تتغسلان برضو في زعنفتين حوضيتين اللي هو البيلفيك فين في الأسماك، والهايند ليمب، الهايند ليمب ده طبعا هيبقى فيه البرميات وزواحف الطيور والثدييات. الطيور هيبقى عندها برضو ايه طرفين خلفيين، قلنا الطرفين امامين دول هيبقوا ايه، هيبقى وينج. طب هنا هيبقى ايه، هيبقى طرف امامي وطرف ايه خلفي، الفور والهايند ليمب. طب في الانسان هيبقى هايند ليمب وهيبقى فيه الايه اللي هو الهايند ليمب الطرف اللي هو الخلفي اللي هي الفوت، والايه الهاند طرف الامام وطرف ايه خلفي. ده بالنسبة للأطراف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.